نرجع تاني للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب كلف استاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه بعثه فريق الغطس اللي هتسافر بكره ان شاء الله يوم الثلاث لهولندا استعدادا للمشاركه في بطوله هولندا الدوليه ولو تقام خلال الفتره من 31 يناير الجاري وبتستمر لحد 6 فبراير اللي جاي وبتعده طبعا بطوله هولندا الدوليه دي من اكبر البطولات العالميه في الغطس وبيشارك فيها العديد من الفرق المميزه في دول العالم.